سؤال حول قراءة القرآن. لقد ذكرتم أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لكن لا يجوز أخذ الأجر على نفس التلاوة وسؤال الناس بقراءته. فسؤالي عما يحدث في بعض البلاد المشرقية من أخذ الأجر على مجرد تلاوة القرآن في المناسبات وغيرها، ماذا عن هذا الأجر؟ مشروع أم غير مشروع؟ نقول يا رعاك الله، لا شك أن تلاوة القرآن من أفضل العبادات، والأصل في العبادات أن تكون خالصة لوجه الله، لا يقصد بها سواه، من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها، إنما يرجو بها الله ويخشى عذابه. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيمها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا يجوز أخذ الأجر أو الاستجار على مجرد تلاوة القرآن. أما تعليم القرآن، الرقية بالقرآن، يجوز أن تأخذ أجرا على ذلك، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أيضا إذا بذل مال من بيت مال المسلمين مكافأة أو معونة لحفظة القرآن أو لمعلم القرآن، هذا جائز بلا نزاع. ولقد أخذ خليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه من بيت المال ما يكفيه لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه. ومن حبس نفسه على أمر من أمور المسلمين العامة فإنه يحمل من أموالهم، ويكون الأجر هذا مقابل الاحتباس وليس مقابل نفس القربة أو نفس العمل الصالح. ومن القواعد الفقهية المعروفة: بشرى لنا بهذه البشارة فالأجر لا تنقصه الإجارة. بشرى لنا بهذه البشارة فالأجر لا تنقصه الإجارة. يعني إذا أجر إمام المسجد أو المؤذن أو القاضي أو من يعمل في عمل عام كالجباه الذين يجمعون أموال الصدقات، إذا أجروا من قبل الدولة أو مؤسسة على أعمالهم، فإن هذا لا ينقص من أجرهم عند الله تعالى شيئا. لكن بقي شيء: إذا بذل المال ليس على سبيل المشارطة، إنما على سبيل الهبة والهدية، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. وأنا أذكر أن القراء قديما كانوا لا يشارطون على التلاوة أبدا، هذه وهبة، يعتبرونها هبة، يعتبرونها عطية، لا توجد مشارطة عندما يكون الحديث عن تلاوة القرآن الكريم أو عن عمل من أعمال القربات. فما كان على سبيل الهبة والهدية والمعونة، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا بإذن الله.